صور ابو عمو، صور ابو عمو، صور ابو عمو، الله يسر بيوتنا. على مرأى ومسمع الجميع يا اخواننا، قطاع الشرفة خيط له محافظة يمين بالله على الشارع الرئيسي، دافن القصب بالرملة، ما في حكومة جات ناحيته ولا ناحية الزراعة جات ناحيته وقالت له بتعمل ايه؟ أهل أهل صالة، أهل اللي وهم الناس بيها إن هي صالة عربيات على الأراضي الزراعية. النهاردة جاي لكم بقصة، قصة غريبة قوي، قصة ولا في الأحلام، هروب مستريح السيارات الطاهر الحصاوي. وطبعا ده مش أول مستريح يهرب في محافظة أسوان، مركز إدفو في قرية البصلية بالتحديد. وزي ما شفت معانا في الفيديو الدنيا هناك مقلوبة، وحكاية مستريح أسوان بقى الحصاوي إنه كان شغال بالربا، ياخد من الشخص 100 ويديها له 200، بس طبعا المدة كانت 15 يوم، وبرضه كان شغال في العربيات، يعني العربية تكون ب 300,000 يقول لك هديك فيها 600,000 خلال 15 يوم. بس الغريب والمضحك في الموضوع إنه كان ماشي كويس في الأول، وكان بيقبض الناس بالفعل اليوم بيومه، وجا امبارح بقى وإذ فجأة قال إنه هقدم القبض 4 أيام، يعني الناس اللي موعدها المفروض هتقبض يوم الثلاث الموافق 17 مايو ياجي وأنا هقبضهم، وكل ده بسبب إن هو كان عامل خطة ذكية جدا. تعال أقول لكم بقى إيه اللي حصل. طبعا الناس كلها اتلمت وعملت تجمهر وكمية ناس مهولة، وده طبعا كان المقصود بيه إن الناس تتلم وتفضل مستنية فلوسها، وهو يهرب في وسط الزحمة من غير ما حد يحس بيه، لأن كل الناس على أمل إن المناديب اللي كان معينهم وبيسلموا للناس فلوسهم هيطلعوا يسلموا الناس فلوسها، والناس فضلت منتظرة لحد ما هو في وسط الزحمة كان هرب. الناس صارت وكان عقلها هيجن من كتر المبالغ الضخمة اللي ماخدها منهم، وزي ما هنشوف في الفيديو ده. صور يا عم صور، شيل ملاعتك شيله، كل واحد يشيل له حاجة يا اخوان، كل حاجة كل واحد يشيل له حاجة. حتى البيت استولت عليه الناس، مراتب شبابيك انتريهات، بجيب المرتبة دي يا زعيم. وطبعا رد فعل الناس انهم تهجموا على بيته، وزي ما بيقولوا كده الدنيا بقيت فوضى، كل الناس حاولت تاخد حاجة، اللي شال مرتبة ومشي بيها، واللي قام بخلع البيبان ومشي بيها ومكيفات وهكذا. الغريب بقى ان في ناس ما اتعظتش بعد هروب المستريح مصطفى البنك بعد استيلائه على 2 مليار جنيه. طبعا الحكاية دي بتمشي ازاي وايه حكاية المستريحين بالظبط؟ تعال اقول لكم الموضوع من بدايته. طبعا الموضوع ابتدى بظهور مصطفى البنك مستريح ادفو، كان شغال سواق توك توك ونصب على عدد كبير جدا من الناس في محافظة اسوان. خلي بالك احنا بنتكلم على اسوان اللي فيها قرى محتاجة حملة حياة كريمة، ومع الاسف قصة المستريح دي اتكررت 150,000 مرة ومش جديد على اهل الصعيد. تعال اقول لك الموضوع بدأ ازاي. الموضوع بدأ لما ظهر المستريح مصطفى البنك وقال ان انا ابن السيدة زينب، وفضل ينشر في البلد انا حلمت حلم وجاتني السيدة زينب وقالت لي اكرم اهل بلدك وساعد الفقراء والمحتاجين وشغل للناس فلوسها، وانتشر في قرية البصرية والقرى المجاورة ليها، وان مصطفى البنك لو عندك قطعة ارض او ماشية مصطفى البنك بياخدها وبيديلك الضعف فيها، لو عندك ماشية وتمنها 10,000 بياخدها منك وبيقولك انا حديك الفلوس توتو على كبوتو زي ما بيقولوا كده، بس تستنى عليا شوية، يعني تستنى حوالي 21 يوم واديلك تمن المشية 15,000. طبعا الناس كانت مستغربة في الاول، بس هو عرف يقنعهم بقصة ظهور السيدة زينب وانه من اولياء الله الصالحين، وكان هدفه تشغيل فلوس الناس والمكسب والخير يعم على الكل وتفك ضيقة الناس الغلبانة. وفي يوم وليلة لقينا الناس بتصدق وبتودي المشية بتاعتها، وتيجي بعد كام يوم تسمع ان فعلا الراجل ودى المشية بتاعته واخد فلوسه كمان. تعال اقول لكم القصة دي بتمشي ازاي. يجي النصاب من دول ياخد المشية من الراجل ويقول له حديلك الفلوس بعد 21 يوم، ويروح المستريح ياخد المشية ويبيعها بنفس سعرها اللي هو 10,000 جنيه، برغم انه موعد الراجل انه هيديله 15,000 في المشية. فطبعا كده فاضل 5,000 على 10 علشان يكمل فلوس الراجل الاولاني. يروح يعمل ايه؟
يروح ينصب على اثنين تانيين وياخد المشية بتاعتهم ويبيعها ب20,000 وياخد منها 5,000 جنيه علشان يكمل فلوس الراجل الاولاني ويسلمه فلوسه 15,000 اللي كان مواعده بيها. وبالفعل الراجل يستلم فلوسه ويروح ينصب على 4 تانيين وياخد المشية بتاعتهم ويبيعها وهكذا طبعا. وطبعا الناس اللي اتنصب عليهم في الاول بيقولوا ان الراجل ده صادق وصالح والراجل ده كريم. والموضوع بقى فضل ينتشر في البلد وكل الناس فضلت تجيب المشية بتاعتها. وبس كده، هي دي حكاية المستريح. يا ترى لو ظهر عندكم مستريح ممكن تشغل فلوسك بالطريقة دي؟ وبس كده، هي دي الحكاية وما فيها. سلام.